أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا اختلف العلماء في حكم ما، فعلى قول من نأخذ؟ تأخذ ما قام عليه الدليل، تأخذ من أقوال العلماء الذي عليه الدليل، لأنك مكلف بالدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فتأخذ من أقوال أهل العلم قام عليه الدليل وترجح بالدليل، لأنك مأمور باتباع الدليل ولم تؤمر بأخذ أقوال الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة